رحمة الله عليهم. أنا ما أدري إذا شفنا ويانا اللقطات الخاصة بمسجد الإمام الصادق إبراهيم، شفناها طبعا زميلنا، نعم بنعرضها وياكم. هذه اللقطات الحصرية من داخل مسجد الإمام الصادق. هذه اللقطات أكيد اليوم تم تصويرها من قبل المخرج إبراهيم الملة. أحب أشكر رئيس قسم الإشراف وصيانة مباني العاصمة المهندس علاء الكاظمي، ومثل ما قلنا هذا أول تصوير داخل المسجد بعد إعادة ترميمه. نشكر مدير إدارة محافظة العاصمة المباني جعفر القطان، المهندسين المشرفين بدر بو الحسن، وهيب عيسى، حسين الدريع، عادل وناصر اليعقوب. شفنا هذه اللقطات اللي موجودة داخل مسجد الإمام الصادق لإعادة تأهيل هذا المسجد. يمكن لاحظنا في جزء من الطلقات الموجودة ما زالت موجودة. تفقدتوا المسجد، شفتوا داخله بعد إعادة التأهيل؟ يعني كافتتاح رسمي هو لم يتم الإعلان عنه، ولكن أي واحد يبي يروح يبدأ يروح. ممكن الواحد يزور. نعم. بس كبداية يبقى رحنا وطبعاً نظفنا المسجد وشلنا الأجزاء المتكسرة. اغلب اللي كانوا متواجدين هم كانوا اهالي الشهداء نفسهم، بنفس الوقت كانوا هم اللي ينظفون بعد. كنا احنا طبعا احنا مبادره منا كانت ان نبي نروح ايضا نساعد ونشيل، وكان مو فقط من اهالي الشهداء، اي شخص اي شاب كويتي كان. طبعا كان شهر رمضان الماضي صيام وحر، ولكن كان في جهد كبير من الشباب يو ونظفوا وشالوا الاجزاء المتكسره وكل الامور هذه.